انت شو عم تخبص؟ احكي شو عم تخبص؟ عيب عليك، انا مثل امك، شو صار لك؟ مثل امي؟ لا لا، ما عدا مثل امي. كلنا بنعرف يا ست نسيبة انك ضحكتي على ابي مشان طلهطي كل شيء، ولا بعد ما بان بينتي على حقيقتك. بس بعيدي عن سنانك بقى، لا تحاولي. هلا تذكرت ابوك؟ صار لي 10 سنين عم بخدمه، انت زيارة ما زرته، ملتهي بحالك، الله اعلم بايش. الله بيغي، معك حق، حضرتك مصلحة اجتماعية ما هيك؟ ليكي يا ست نسيبة، بالشرع، بالقانون، بالزعرنة ما إليك عنا شي. بس أنا كرم أخلاق مني، يعني رح أعطيكي كم ليرة بس لأنك خدمتي لأبي. بتذكر كنتي تغسلي له رجليه وتفركي له إياهن منيح، هدول يعني حأعطيكي أجرهن. قوم انقلع من بيتي، قوم. فكرتك جاي تسأل على أبوك شلون قضى آخر أيامه؟ فعلا أنت واحد مغضوب. قلتي لي بيتك؟ اسمعي هالمفاجأة، هذا البيت مسجل باسمي، ورح أعطيكي أسبوع لأنك غالية كتير على قلبي. لو واحدة غيرك ما بعطيها أكتر من يوم، أسبوع وبدك تطلعي لبرا. يعني أنا كان فيني زدتك زد، بس لا لا، أنت ضبي أغراضك وأشيشي زبالتك وطلعي معززة مكرمة مو حلوة مشان شيبتك. عن إذنك يا نسيبة. اتصلتي أمي بخالتك؟ ايه اتصلت، بس قال ما فيها تستقبلنا غير كم يوم عنده. بكرة المغضوب رمزي جاي هو والمحامي مشان يسلموا البيت. أنا موكلني سيد رمزي إني تأكد بسلامة البيت، وأي عطل أو خلل بالبيت أنت مسؤولي عن تصليحه. من هون للمساء بيكون البيت فاضي، في إجراءات تانية بدي أعملها؟ لا لا أبدا. يعني إذا بتعملي لك تنظيفة أو حوصة هيك مشان تسلمينا نظيف، سلمناك نظيف، سلمينا نظيف. عفوا. مثل ما بدكم. ألو، يا هلا. أي نعم، أنا المحامي. خير استاذ، شو؟ ما فهمت عليك. انت متأكد؟ اي تمام تمام، شكرا، يعطيك العافية. شكرا لك. اجى امر من المحكمة بتوقيف نقل ملكية البيت من اسم والدك لاسمك. ما فهمت. والدك الله يرحمه مقدم معروض للمحكمة من 5 سنين بنقل ملكية البيت من اسمه للست نسيبة. ايوه، وشو يعني؟ يعني المالك الفعلي للبيت هلأ حاليا هو ست نسيبة. لك انت شو عم تخبص؟ انت ضحكتي عليه قبل ما ماته وبعد ما ماته، لك حتى على المحامي ضحكاني. لا تغلط، لا تغلط، وعارف ما عم تحكي. هذا قرار محكمة، ما سددت نزيع المحكمة وتأكد، غيرك ما في. ايه شو عليه؟ انا برجيكم. مبروك ست نسيبة. الله يبارك فيك، شكرا لك. وانا اسمحي لي كمان. يلا. شكرا، ممنونة. شكرا استاذ، شكرا.